انت مثلا فيك مميزات بتسمع، مثلا بتسمعه بتحبه بتهتم بيه و و و و، ولكن هو جه عند مثلا ان انت مثلا نفترض بتحب تلبسي بناطيل، هو ما بيحبش البناطيل، قام ساب العلاقه وماشي، قال لك ده عنيده. اهو كده بقى شخص معاه كوبايات كتير قوي ومشي، وعلى فكره انت كنت تعبان قوي 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 قوي، عشان كده بدات حاجه جديده اهو، وتعبت قوي عشان تخرج من اللي حصل ده، تعبت قوي، ممكن تكون قفلت على نفسك فتره طويله وانعزلت عشان تبقى كده، عشان تبتدي حاجه جديده وتبقى كده. فانت شايف ان هو شخص ما بيعجبوش حاجه ومشي من العلاقه مع ان فيها حاجات مميزات كتير جدا، ومع ذلك ما بصش لاي حاجه، ما بصش للحب، ما بصش للاهتمام، ما بصش لان انا مناسبه ليه، ومشي وساب العلاقه. والان هو الايه، هو ايه دلوقتي؟ عارف قاعدين جنب الحيطه ونسمع الزيت. انت يا برج السرطان دلوقتي قعدت جنب الحيطه حرفيا وسمعت الزيت. عشان هو دلوقتي شاعر بانه ضيع فرصه كبيره قوي من ايده. طيب هو شايف العلاقه، سوري، الخطوه اللي عايز ياخدها ايه بقى؟ الخطوه اللي عايز ياخدها ان هو اعتقد ان هو يا برج السرطان عايز يا اما يرجع العلاقه مره تانيه، ممكن نقول كده، او ان هو بقى يبص لقدام، لان هو تعبان على فكره وعمال يتالم من اللي حصل ده، فتقريبا عايز بقى يبص لقدام. تقريبا لما شافك ان انت نسيته، وان انت بدات فعلا حياه جديده من غيره، وقفلت على الماضي كله ككل، فقال خلاص بقى هو شكله كده مشي وسابني، فانا شكلي فانا امشي بقى، اخد نفسي وامشي، لان كده انا اتهزقت قوي بما فيه الكفايه، مش هفكر تاني ان انا ارجع او اعمل اي حاجه. ممكن يكون تفكيره كده، وده اللي انا، لا بص يا برج السرطان، هو بيفكر يجي مره تانيه ويقدم عرض، ويقدم عرض ويوازن في الاخد والعطاء ما بينكم. زي ما قلت لك انتوا الاثنين في حاجه، في حاجه حصلت وهو مشي، وعايز يجي مره تانية وباقصى سرعه. زي ما اهو هو شافك انت بدات صفحه جديده، مبسوط قوي بنفسك، وشايفك شايفك ان انت يعني بقيت حاجه كبيره قوي. ما اعرفش هل ممكن تكون بدات حاجه جديده، او سمع ان انت هتبدا حاجه جديده وحاجه هيجي لك منها نقود كتير قوي، فلوس، ممكن تكون اتوظفت، ممكن تكون اترقيت في الشغل، ممكن، الله اعلم. فعايز يجي ويقدم عرض تاني، عايز يجي ويقدم عرض تاني بعد ما انت قفلت السكه كلها. وهو خايف على فكره، وواقف بيترقب، ومش عارف بقى يروح ولا يرجع. هو بص باصص اهو، ومقرر يجي على فكره، مقرر مقرر بقى امشي لقدام ولا اروح. فهو بس هو مقرر من جوه ذات نفسه كده ان هو يعني ايه، يجي لك مره ثانيه، لانه مجروح قوي قوي قوي، وشاعر بان التزم في العلاقه دي. طيب هو شايف العلاقه دي ايه؟ شايف انها علاقه ممكن تبقى زواج، ممكن العلاقه دي تبقى زواج، لان ده برده كارت المأذون. او ممكن يكون شايف ان العلاقه دي علاقه محتاجه حكمه، ومحتاجه تصالح، ومحتاجه ان احنا نسمع بعض تاني، لان ده شخص حكيم وبيسمع الناس اللي بيكلموه. مش قلت لكم محتاجه تصالح؟ العلاقه دي محتاجه نسمع بعض ونفتح مع بعض صفحه جديده، ومحتاجه حكمه، محتاجه نفهم بعض، احنا ما كناش فاهمين بعض. ممكن يكون فعلا ما كنتش فاهمين بعض، لانه ماشي وساب كل حاجه في العلاقه، يعني ده غبي، ده شخص غبي، سايب كل حاجه وعشان كوبايه قام ماشي. فانت يعني انت عايز ايه؟ انت واخد كل حاجه، وانت هتاخد، انت هتاخدني كامله يعني ازاي يعني؟ فهو شايف ان 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 العلاقه دي كان فيها جروح جامده قوي قوي قوي، وكان فيها طعنات في الظهر، كان فيها افكار وحشه ولوم على طول، بتلوموا على بعض، انت اللي عملت، لا انت اللي عملت، انت اللي عملت، وفيها جرح، لان هو مجروح هو كمان على فكره، وفيها شد وجذب جامد قوي. فشايف ان احنا ممكن نرجع العلاقه دي تاني، وممكن فيها امل اقدم العرض تاني. ادي تاني مره يقدم عرض، تاني مره شكله عايز يقدم عرض بجد ويرجع. بس عايزين نشوف، طب بس في الاخر هقول لك نيته ايه. مثلا انت شايف ان هي فعلا محتاجه حكمه، انت كمان شايف نفسها على فكره الحاجه،
محتاجة حكمة ومحتاجة تفكير ومحتاجة نسمع لبعض ومحتاجة ان احنا نتشاور مع بعض، ويبقى في ما بيننا عدالة. في لازم العلاقة دي يبقى فيها عدالة، عشان كده هو عايز يرجع يعمل توازن في العلاقة دي. العلاقة دي ما كانش فيها توازن، في حد كان بيدي للتاني اكتر، في حد كان بيضحي اكتر من التاني، فهو شايف ان العلاقة فعلا محتاجة توازن، وانت كمان شايفة انها محتاجة عدالة، وانت محتاج العدالة في العلاقة دي لانه سابت وألمك، وانت محتاج تتشفى من العلاقة دي. طيب دول دي النصيحة ليك كده قبل ما اشوف النية بتاعتك. اعتقد والله اعلم يا برج السرطان انه هيرجع تاني يتكلم معاك، بس هيبقى في خناقة في الأول. زي ما قلت لك هيبقى في خناقة، هتضربوا ببعض وكل واحد بقى هيتخانق مع التاني. والنصيحة بتقول لك اهدى شوية واستقر وفكر بمشاعرك شوية يا برج السرطان، لان انت لما قفلت الدايرة وموت معاك المشاعر القديمة. فالنصيحة بتقول لك فكر بمشاعرك شوية مش بعقلك، ما تحكمش عقلك. انت لو حكمت عقلك هتبقى كده، هتتخانق معاه. رجع تاني مشاعرك تاني يا برج السرطان. انا عارفة ان برج السرطان مشكلته انه لما بيقفل على المشاعر بيقفل عليها بجد مش هزار. طب نشوف كده، يعني انا شايف ان انت بدأت حاجة جديدة، او شايف ان هو حاسة ان انت عملت حاجة شهرتك مثلا، بقيت مشهور نوعا ما، بقيت محبوب قوي. طب نشوف نيته ايه لو هو عايز يرجع، نيته خير ولا نيته مثلا ينتقم مثلا. ورقتي لا لا ده لا نيته خير يا برج السرطان. ده انت لو بتتعامل مع حد برج الجوزاء برضو ممكن يكون طالع شمس قمري، نيته يستقر معاك. هو زي ما قلت لك اكتشف بعد الفراق بانه طلع ميم مغفل كده. لما يجي يكلمك قول له انت ميم مغفل، طلع مغفل وساب كل، يعني بعد ما مشي اكتشف ان كل الكوبايات دي كانت حلوه، وان هو ساب العلاقه عشان حاجه واحده بس، فطلع مغفل. مين مغفل؟ طبعا وحاح حمار، كل اللي احنا خدناه في المدرسه. فهو عايز يستقر معاك وبيحبك قوي. هو بيحبك على فكره بس هو غبي. في ناس غبيه، ايوه انا دايما اقول لكم يا جماعه اوعى، يعني دايما افتكر ان الشخص اللي معاك ممكن يطلع غبي، تفكيره غبي. انت قدمت له حاجات حلوه قوي، انت شخص جميل قوي يا برج السرطان، وشكلك ضحيت جامد قوي عشانه قوي. وعلى فكره هو فعلا وممكن يكون عايز يتجوزك على فكره، ده المأذون، كارت المأذون، عايز يقدم عرض وعايز ينهي اللي فات ده كله، وانت عايز عداله. لو سمحت انا عايز عداله، انت عايز عداله. عشان كده النصيحه بتقول لك انت قفلت على مشاعرك قوي بطريقه مش حلوه. اقفل على الماضي، اقفل على الماضي، ولكن رجع المشاعر تاني يا برج السرطان، لان الشخص ده بيحبك. لو سمحت ما تتخانقش معاه، رجع مشاعرك تاني وخليك معاه بقى، وبلاش ده كله يعني، وبلاش الملام. طيب هو كويس انها انتهت على خير. نشوف بقى المنفصلين، وقلنا الطاقات بتبقى متغيره. يعني ده حاجة وده حاجة، أو أنت بقى زي ما تحب. المنفصلين من برج السرطان مشاعره إيه وناوي على إيه؟ ده مشاعره حاليا هو محتار ومش عارف يستقر خالص في المشاعر، وحاسس إن في حيرة شديدة أوي أوي أوي، بس ناوي ياخد قرار. ناوي دلوقتي كبير. زي ما قلت لك هو حاسس بغموض قوي، وانعزل فتره طويله عشان يفكر، وشاعر بان ممكن يبقى فيه بدايه جديده، عشان كده هو عايز يجي يعمل بدايه جديده. ناوي على ايه؟ ناوي ياخد قرار يشيل بقى الغموم دي كلها. هو دي اللي بص، ده غموض، شخص محتار. هو محتار على فكره، محتار قوي، يرجع ما يرجعش، ممكن يكون مش متاكد انت عايزه ولا لا، ممكن يكون شاعر بان انت ما بقتش محتاجه، ممكن برضو والله اعلم. فهو عايز ياخد قرار بانه يشيل بقى الغمامه دي كلها، ولكن هو نفسه في بدايه جديده اهو. ده مجروح منك، ده نفس ليه كده؟
نفس كرة القدم، بس مش مشكلة. هو مجروح، ما بينامش من التفكير، وعايز يرجع التوازن تاني. خلي بالك هو مش متأكد من مشاعرك خالص، وشاعر بأن انت نسيته، عشان كده هو متردد في مشاعره، وعمال يقول ارجع ولا مرجعش، ارجع ولا مرجعش، ارجع ولا مرجعش، ولكن هو هيتخذ قرار. بس خلي بالك ان هو لما يجي مش هيبين لك المشاعر دي، لانه مجمد مشاعره حاليا، هيبقى داخل عليك دخلة ازايك وانت عامل ايه دلوقتي. انا دايما مسميها الدخلة دي. ليه بقى مسميها الدخلة دي كده؟ عشان بيبقى هو قلقان اصلا، هو شخص قلوق قوي، وشكله كده ما بيحبش حد يكسفه، فهيقول لك ازيك عامل ايه. لو لقاك مثلا بتعمل سين ما بتردش، او ما ردتش اصلا على الموبايل في المكالمه، لو اتصل بيك مش هيتصل بيك تاني، ولكن هو نفسه يرجع ويعمل توازن، فهيدخل بس مجمد مشاعره، او عامل وش الخشب ده، عامل الوش ده عشان بس ايه يداري الخيبه اللي هو فيها، حرفيا خيبه يعني. يعني الراجل اللي بيبقى محتار يرجع ده، انا بحس انها خيبه. خليك قلبك جامد، خش كده بقلب جامد وخلاص، رفضتك رفضتك خلاص مش مشكلة، او عموما رفضناك يعني. طيب العزاب بقى من برج السرطان، ودي طاقة تالتة خالص عشان الناس بس كده. والعزاب ده ان هم ناس قطعت العلاقة تماما، ومتأكدين ان هي مفيش رجوع، وممكن يبقى في رجوع برضو، او عزاب بقى لهم كتير قوي ما ارتبطوش، يا عيني، من اخر علاقة كانت سنة 88 في عز الحرب. برج السرطان اصلا نادرا لما بيخش في علاقات اصلا، يعني الرجاله بالتحديد منهم، الستات لا، الستات بتخش، ولكن لا، حد داخل في طريقنا لا، ومشاعره ايه وناوي على ايه، شكل كده حد قديم ولا ايه، ربنا يستر. ممكن يكون حد قديم خالص بقى خالص. يا الهي يا الهي. اعتقد انه في حد داخل، برج هوائي، شمس قمر طالع، وشخص جاد قوي قوي يعني، وبيحكم العقل على القلب دايما، والمشاعر بيبقى راكنها على جنب، ولما بيخش في علاقة حب بيبان في الاول بانه بارد وما عندوش قلب اصلا خالص، وتبقى بتقول ده جاي يتسلى لا اكتر ولا اقل. انا بقول لك، مش بقول لك انت بتقول عليه جاي يتسلى، الكلام بتاعي بيتطبق في الورق. اول ما بيدخل بتقول ده جاي يتسلى، جاي يهزر، جاي يضحك، ولكن هو ما بيبقاش كده. ولو هو شخص قديم فهو هيرجع، ولكن هيحصل الاول مشاده كلاميه ما بينكم، بسبب في فراق حصل ما بينكم انتوا الاثنين، وهو عايز يرجع العلاقه دي مره ثانيه ليه. وممكن يكون الشخص ده كان قديم، وانتوا اكتشفتوا طرف تالت في العلاقه، فمشيتوا واتخانقتوا معاه ومشيتوا، ولكن هو هيرجع مره ثانيه عشان بيحبكوا، او اختاركوا انتوا، او اختاركوا انتوا بالمعنى الاصح يا برج السرطان، واختاركوا انتوا وعايزكم بعد ما انتوا مشيتوا، واكتشف ان الحياه من غيركم صعبه قوي، واكتشف ان الطرف التالت ده كان بيتسلى، او هو كان بيتسلى بحد اصلا وانتوا مشيتوا، وهو راجع اكتشف ده. بس خلي بالك بيحكم عقله قوي قوي، او بيفكر بعقله قوي. طيب نشوف برضو مشاعره ايه. طبعا زي ما قلت لكم هو راجع، وراجع ليكم انتوا، لان هو شايفكم السوبر بتاعه، شايفكم انتوا القدر، انتوا شخص قدر ليكم. ممكن يكون كان في علاقه تانية اصلا وانتوا مشيتوا بقى، لما شفتوه مبسوط في العلاقه التانية قلتوا خلاص كده هو مش راجع خلاص، ونشوف حياتنا احنا بقى.